البداية كانت من شهر سبتمبر 2019، والفكرة كانت إننا إزاي نقدم قصة الميلاد للناس بس بطريقة جديدة. فكتبنا المسرحية ولحنا كلام على أفلام ديزني المعروفة للأطفال. وبعد الفكرة وكتابة المسرحية ابتدينا مرحلة التسجيل للأبطال، وبعد كده التسجيل في الاستوديو للمجاميع وللكورال. احنا في كل مكان، ما تحاولوش ما تلفوش، احنا بتاعتي بتشغل ملك قلب الحدث، اصرخ مع الكينج مركوب وبنمنتج المركوز مع المكنوز. وبعد كده مرحلة دراسة الملابس والحركات على المسرح، وحاولنا على قد ما نقدر يكون الموضوع منظم علشان كان نفسنا كل أولادنا يدخلوا العرض. روجيه، عايزك تكلم كل الولاد والبنات في الكنيسة، كله لازم يدخل المسرحية، اتفقنا؟ لف حالا عليهم دلوقتي، ربنا معاك. بيتر، في مسرحية كبيرة جدا في الكنيسة هتتعمل، انا عايز كل الولاد والبنات يشتركوا فيها، ربنا معاك انت وروجيه. باي باي. Oh,